الأخيرة القادمة من هذه الولاية، ولاية أشلف التي نصور بها هذه المسابقة، وبرايمات مسابقة مزامير داوود رونق المداحي، تتفضل ليقيمها الدكتور كمال جدة. أهلا رونق. أهلا، اختاري سؤال. شكرا. رقم السؤال 4، تفضل دكتور جدة. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم فاشتروا به ثمنا قليلا. فنبذوه وراء ظهورهم، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. حسبك. السؤال الثاني: قالوا لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. حسبك، فتح الله عليك يا بنتي. السؤال الأخير: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الله فلو فإذا عزم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. حسبك، نتدبر القرآن إن شاء الله. يا رونق المداحي على هذا الأداء المتميز. ابنة ولاية شلف، توقف، انتظري انتظري يا رونق، أكيد ستستمعين لتقييم الدكتور كمال جدا. رونق، أنت كنت تقرأين ما شاء الله بسلاسة وعندك صوت جميل يناسب سنك ويناسب كونك بنت وستصبحين امرأة إن شاء الله. هذا الصوت الجميل والحسن يا بنت أبي الحسن لابد أن يستغل، والقائمين على المدرسة لابد أن يتهلوا فيك إن شاء الله. فقط يا بنتي عندك المخارج والصفات كما وراء ظهورهم، قلتي وراء ظهور فخمت الهمزة وراء ظهورهم. حاولي أن تستلي يعني المستفل من بين ما يحيط به يعني من المستعلى. أنت كنت تقرأين سورة طه ليس كذلك؟ كيف تقفين على أواخر الآيات؟ إيه، ماذا فعلتي؟ نسيتيها؟ أنا كنت سأعيب بعد المدرسة أنك ربما لما قرأتي في النظر هذا. تعرفين سورة طه؟ ماذا يميز سورة طه؟ أنها إمالة في أواخر، هي من السور؟ من أي السور؟ كم سورة بهذه الحالة؟ كم مثلها؟ 11. أحسن، من السور 11. جميل جدا. عموما قراءتك سلسة رائعة، لو أنك فقط بنيتي تهتمين بالمخارج والصفات. وقفك وابتداؤك حسن يا بنت أبي الحسن. شكرا لك دكتور، شكرا لرونق المداحي. إذن مشاهدي الكرام، وصلنا إلى الختام من أجل أن نتعرف على الفائز معنا في هذا البرايم، والذي ينتقل إلى الدور النصف النهائي. بعد البرايم الخامس أيضا المقبل ستختار لجنة التحكيم 3 براعم آخرين ينتقلون إلى الدور النصف النهائي.